إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، أسعد الله صباحكم بكل خير مباشرة من مدينة بني ملال. تحية طيبة عطرة أزف بها لكل من يشاهدنا الآن في هذا المباشر في ما كنتم كتابونا من طبيعة الحال داخل ولا خارج أرض الوطن. كانت واجد الآن أمام المستشفى ديال مدينة بني ملال، وبالضبط بحي تشيرة اللي الساكنة ديالها خرجوا هذا الصباح كاعين من بعد ما يعني جاهم خبر أنه واحد من المقاولين يعني المكلفين بواحد العمارة كتحوي أكثر من 100 شقة بغا يدوزوا يعني قناة ديال الصرف الصحي وبغا يربطوها بذات القناة القديمة ديال الساكنة حي الجشيرة. أصلا هذه القناة كيف كيقولوا أنها مهترئة وكيفاش كتصب الشاي يعني كيف يضع عليهم هذاك الشيء، فما بالك أنهم يزيدوا يعني يربطوها ب 100 منزل آخر، يعني غادي تولي كارثة. غادي نسمعوا تصريح أحد الساكنين اللي غادي يوضح لنا التفاصيل والخيوط ديال هذا الشيء كامل. السلام عليكم سيدي، ممكن تفضل مشكور. السلام عليكم. احنا من مدينه بني ملال الساكنه ديال تشيره، احنا الان كنتواجدوا بواحد السيد احنا كساكنه ديال تشيره كنتفاجئوا بهاد الناس هادو كيديروا القوات ديال الصرف الصحي بغا يبرونشيو مع القادوس حاجاكم القديم. القديم يعني هو القديم اصلا هو فيه الضرر، كيتسرب على راسه من دوك القواس اللي خدام تبارك الله راه 60 عام ولا راه الضرر اللي عندنا. هذا الرف هذا واش دير شي دار ولا عماره ولا لا؟ هذه العماره ديال هاد الناس هادو هو اللي بان على ما يزيد 100 شقه. اللهم بارك، حنا ما غاديش نديرو معاهم، ولكن بغيت تيديروا القادوس غادي يبرونشيو في القادوس القديم ديال الصرف ديال الواد الحار القديم. دابا اللي بنشرح لكم هو القادوس القديم هو واكل اصلا شويه الضق، يعني هو اصلا تيتسرب، يعني الا زادوا برونشو فيه هذا يعني راه غادي يكون واحد الفائض عليه كثير ديال الماء. يعني فاش كتصب الشتاء كنوليو حنا كنعانيو غير الماء ديال الشتاء كنعانيو منه، ما بالوك غادي تصب الشتاء وغادي تودوا القوادس اللي غادي يبرونشو. راه بلا ما نقول لكم راه لا اله الا محمد رسول الله. يعني اشنو غادي نديروا؟ هذا السيد هذا ما بغاش يدير معنا الحل، ما بغى حتى شي واحد يجي يهضر معنا، حنا واقفين وقفه سلميه ما مدا حسين مع حد، ما حتى واحد ما باغي يجي يهضر معنا. يعني بغينا شي واحد اللي يجي يتناقش معنا يريح معنا يتناقش معنا وغادي نصيبوا الحل، يعني غادي نصيبوا الحل سلمي. حنا ما بغينا ندعسوا مع حد ما والو. انا يعني كيما كتلاحظوا راه الساكنه كامله خارجه ديال الدشيره الزنقه ثلاثه، يعني راه كاملين مضرين. وكيما بغيت نقول لكم حتى البلاصه اللي غادي يبرونشيو فيها القادوس راه حتى القواس اللي دايزين من ثلاثه الكيفان ولا اربعه في الزنقه، يعني راه مهددين، يعني حتى القواس تيتسربوا تحت الارض. ودرنا الشكايات للنرادد باش يبدلوا داك القادوس، ما يمكنش عاد غادي يزيدوا عليه هذا القادوس الجديد هذا. راه لا اله الا محمد رسول الله. حنا هاد السيد هذا حنا بغينا يجي يتفاوض معنا، يجي يريح معنا كساكنه، كنبنى على السكينه كامله، يجي يريح معنا ويتفاوض معنا وراه غادي يكون الحل. يبرونشي قادوس اخر. ممكن يوقع الا تبرونش هاد القادوس ديالهم مع القادوس القديم ديال الشيخ؟ لا غادي يزيد واحد الضغط ديال الماء، الا صبات الشتاء غادي يزيد واحد الضغط كبير، راه ممكن يقدر هذاك حاشاكم الماء اللي غادي يرجع للديور، غادي يكون واحد الضغط كثير ديال الماء. حنا عارفين كتصب الشتاء تكون واحد الضغط على القوات ديال الصرف الصحي. في السنوات غير هاد الشتاء هادي اللي داز دابا، هاد الشتاء هادي اللي كان طاحت راه تسدوا كامل القواز. تنجيو كحنا كساكنه كنتعاونوا كنحلوا حاشاكم دوك القواز باش يدوز الماء، يعني كنعانيو. يعني حتى في هاد الهبطه هادي اللي حنا كنتواجدوا امام المستشفى الاقليمي ديال مدينه بني ملال، كما كتلاحظوا دابا راه كاينه الهبطه حتى الماء فاش يكون تجي واحد الكثره ديال الماء تبارك الله ديال الشتاء كدور مع الدوره اللي هابطه عندنا حنا جهه كارفور، تيولي واحد الضغط كثير، يعني القواس غادي يتزمتوا بزاف، غادي نزيدوا هذا القادوس هذا عاوتاني، راه ما يمكنش. حنا تنطلبوا منه يجي يريح معنا يتفاوض معنا يدير قادوس جديد، حنا على راسنا وعينينا. ولكن راه انا نصيحه من عندي، انا غير يرد البال الا كان غيحفر الزنقه راه ضروري يخرج في شي كيف، يعني كاينين ثلاثه كيف ولا اربعه. قدمنا الشكايات قديمه ولا راضيت ما بغاتش تدين معنا الحل شحال هادي، يعني حتى الكيفه اللي كانوا تحلوا كان طاح فيهم واحد السيده على الله مات موت، راه جبدوها من تحت. يعني هاد الشيء هذا راه السلطه وراه كلشي عارفه بلا راه كاينين الكيفان في الزنقه، راه ماشي كندويو غير كواك. وحنا راه دايرين شكايه، راه درنا الشكايه نهار الجمعه دفعنا وحده للبلديه ووحده دفعناها للمقاطعه، ماسك الناس باش ندفعوا للسي الوالي للولايه. يعني كنتسناو ان شاء الله نهار الاثنين غادي ندفعوا له الشكايه، راه حنا داك الشيء راه دايرينه سلمي وقانوني،
وراه تبارك الله كانت السلطه هنايا كان كلشي الحمد لله راه ما كان لا صداع لا والو، والحمد لله راه حنا نتمناو من الله يكون يدوز كلشي بخير وعلى خير. شنو الحل اللي ممكن تقدموا انتم كساكنين لهذه المقاول باش انكم مرتاحين؟ حنا كنتمناو هذا المقاول هذا يجي غير يريح معنا وغادي نصيبوا الحل. الكلمه اللي غادي نقولوا هو اللي يجي يدير لنا القادو الجديد. هادشي اللي كاين يدير لنا قادو جديد ويبرونشي فيه المسائل ديالو، والله يعاونو، الله يعاون كل واحد. حنا ما حسدناش والله الا عنده الخير الله يزيدو، حنا نتمنى غير من الله يجي يدير لنا القادو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إذن مشاهدي قناة شوف تي في كيف ما تابعتوا معنا عارفني غادي نشوفوا يعني مع واحد من الساكنة نشوفوا الأخ نشوفوا السيد خويا. حنا واقفين على عندنا الضرر، عندنا الضرر في الواد الحار، الضرر ديال الواد الحار ديال الزنقة فيها الكيفان ومبرانشي فيها القادوس ديال السبيطار وعاد ديال الشتاء وعاد ديال الديور، وهذا السيد هذا غادي يبرانشي حسنا غادي يتهدموا علينا الديور. حنا ما بقى عندنا، حنا خصنا نرحلوا، حنا درنا التعرض ديالنا واليوم الحداد الناس خدامين ما عندهمش الحق يخدموا اليوم. خص سيدنا ما يهضرش معنا كاع، ما جاش حاشيها لينا كاع، تيقول بانه ما كاينينش رجال في التشيره، كاينين على العيالات. هذا الشيء علاش حنا نضنا وقفنا. هاد حنا عندنا الضرر غادي يتهدموا علينا الديور، عندنا الضرر شحال هادي القادوس غادي يبرانشي هذا صافي غادي تربعوا الديور. عندنا حنا القادوس ديال السيما بحال الا بغى يبرانشيه فوسي القادوس ديال السيما كيقر عنده ديال السبيطار كامل وعاد ديال الشتا. واحد مهرج تحت الديور ودابا هو غادي يبرونشي، دابا هو غادي يبرونشي القادوس، غادي يبرونشي القادوس الجديد بغا يبرونشي فوسي باش هذوك الديور يتهدموا، باش يتهدموا علينا حنا الديور. حنا ما تفاهم معنا حتى واحد، ما شفنا لا راضي لا لجنه تخرج اللي عطيها الرخصه، حنا ما شفنا حتى واحد. هذا الشيء اللي كاين، حنا ماشي ضد هذا السيد ما حبسناش، حنا تنهضروا على حقنا. هذا الشيء اللي كاين. ساكنين الشيرة كاملة غير الشيرة كاملة؟ لا الشيرة كاملة، الشيرة كاملة كاملة كيفان. وهاد الزنقة حنا عندنا هاد الزنقة ثلاثة هي اللي عندها الضرر بزاف، وهذوك الناس اللي ساكنين لتحت الكيفان. تقريبا تكون ديال الساكنة في حي الشيرة شي 500 سكنة، وغادي تزاد عليها 60 دار ولا 100 دار، وهو داير قادوس جديد، وحنا عندنا القادوس ديال السيما غادي يبرانشي في ذاك القادوس ديال السينا. دابا عندنا الديور دابا مدين كاملين الكيفان تيطيحوا فيهم الدراري الصغار. دابا غايزيد هذا الماء هذا ديالو هو وديال الشتا وديال السبيطار، خص هذوك الديور يتهدموا يتحيدوا من هنا. هذا الشيء اللي كاين. كانت تتوقع كوارث من قبل؟ وكانوا كوارث قبل، كانوا الدراري الصغار تيطيحوا في الكيفان. الدراري الصغار تيدخل المال الدور، تيدي الماء تيدخل المال الدور. هذا السيد هذا ساكن لتحت راه تصور عنده راه داخل عليه الماء، والناس مساكن راه كاين اللي ساكن عا في التابوت. واش واحد ساكن في التابوت وجاي واحد عنده عمارة بغا يبرشي عند واحد ساكن في التابوت؟ واش معقول هذا الشيء؟ هذا الشيء راه ماشي قانون. ولا الا خرجت شي لجنه عاطيه الرخصه يجيو اسيدي نشوفوهم. حنا راه درنا التعرض ديالنا، ماشي حسنا هذا السيد هذا، درنا التعرض وحطيناه في المقاطعه. واه وحطيناه في البلديه. هذا الشيء اللي كاين. واه اذا مشاهدي قناه شوف تي في كيف ما تابعتوا معنا كانت هذه التصريحات ديال الساكنه اللي وضحت لنا بطبيعه الحال. نعم راه هذاك القادوس اللي كاين قديم، حنا ما كنتمنوا من الله يقاد لنا حنا قادوس جديد. هذا قديم يعني ديجا هو مسرب، حنا غادي يجيبوا لنا قادوس جديد. القادوس لا يمكن، والقادوس القديم راه ديجا نخدم كيف انا شحال من حاجه ديجا. يعني شنو اللي كاين؟ نعم تفضل. هاي سؤال ساكنة الشيا. السلام عليكم، حنا كساكنة ديال حي تشيرة واقفين اليوم على هذا المشكل ديال ان العماره بغات تبرونشي القادوس الجديد في القادوس القديم ديالنا،
وحنا البنيه التحتيه كيف ما تيعرف كل شيء، والساكنه ديال بني ملال تتعرف بلا البنيه التحتيه ديال تشيره بنيه هشه، وديور عائلين للسقوط كاين عندنا الكيفان كل مره تيتحفر كاف، وهذا وسميتو راه ما يمكنش ان القادوس الجديد يتبرونشا في القادوس الجديد. وحنا تنطالبوا يعني القادوس القديم مهتري متكاكل، هذاك القادوس ما يمكنش يصلح الا يهز هذاك الواد الحار ديال الساكنه اللي كاينه. تيتحفر القادوس راه فايت طاحت واحد السيده في الكاف، كاينه واحد الحفره غير مغطيه غير بالسيمه، تيطيح ديما تيطيح. دابا راه فهاد الان اللي تنهضر معكم دابا انا الحفره راه محفوره، يعني محفوره وهاد الناس حنا طالبناهم بلاتي هي احسن باش يصايبوا لينا القادوس، وحنا ما عندناش مشكل، هو راه من حقه باش يدوز القادوس، ولكن باش يدير هذاك القديم راه ما يمكنش، راه حنا مهددين وحياتنا ولات معرضه للخطر. الحلول اللي ممكن تقترحوا دابا باش تحل هذا المشكل؟ يتبدل القادوس القديم، يعني يتبدل هذاك القادوس وديك الساعه ماشي مشكل. إذا مشاهدي قناة شوف تيفي كيف ما تابعتوا معنا، كانت هذه التصريحات ديال ساكنة حي التشيرة على المشكل اللي عندهم ديال قناة الصرف الصحي. كيف قالوا أن عندهم واحد القناة قديمة يعني كتصب بالشتاء كتفيض يعني كترجع الماء للديور. واحد مقاول يعني كيبني حداهم في التشيرانيت، يعني عنده عمارة فيها أزيد من 100 منزل، 100 شقة، يعني بيربطوا قادوس، يعني هذا القادوس الجديد ديالهم بيربطوه بالقادوس القديم. كيف ما رجحوا الساكنه ان ممكن توقع كارثه، توقع شي مشكل يعني وتصفيض يرجع لهم هذوك المياه للمنازل ديالهم. كيف شفتوا يعني كانت هذه التصريحات ديالهم، وما وضحوا لنا بعض ما اللسان ديالهم التفاصيل ديال هذا الشيء كامل اللي داروا اليوم، يعني حبسوا الاشغال يعني بطريقه سلميه، كيطالبوا ان حلول تكون حلول ناجعه وترضي للصدور ديال الجميع ان شاء الله. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي، كان معكم عثمان اغزف دائما من مدينه بني منال، نلقاكم ان شاء الله في بث اخر. وإلى اللقاء.